ينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية سيد خالد، يعني كيف ترى هذه الضربة في ضوء محدوديتها وما أثارها وتداعياتها؟ هل ستكون بداية لتوتر قادم في المنطقة؟ أولا أعتقد أنه منذ قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي وضعت يعني لم تضع أمام طهران سوى خيار واحد هو خيار الرد، بدا المشهد وكأنه تصعيد تريده الولايات المتحدة أن يأخذ مكانه بدل من قواعد الاشتباك التي كانت معمول بها المحدودة. وبالتالي هذا نموذج يعني سيتكرر، ولكن أقول لغاية الآن هو نموذج منضبط تديره الولايات المتحدة وفقا لما هو مسموح من قبلها. يدلنا يعني الهجوم الإيراني على إسرائيل برغم كثافته أنه كان هناك مجموعة من التقييدات التي احترمتها طهران، وبالتالي لم يكن هناك هجوما بالمعنى يعني يوازي ما تظهره أو ما تصرح به طهران من عدائية تجاه إسرائيل. بدأت الولايات المتحدة هي التي تدير هذا الهجوم، وبالتالي ما حصل اليوم يعني يندرج كذلك في نفس السياق مع يعني عامل جديد أنه إسرائيل لا تريد أن تقول أنها مسؤولة عن الهجوم، في حين تنكر طهران أنه هذا الهجوم قد أتى من إسرائيل إلى أراضيها. قرأنا في بعض وكالات الأنباء الإيرانية أنه هذا هجوم بمسيرات انطلقت من الأراضي الإيرانية، وأنكرت طهران أن هذه يعني مسيرات إسرائيلية. وكان هناك كذلك تعقيدات من داخل إسرائيل وصفت هذا الهجوم بأنه هجوم ضعيف. وبالتالي يعني نحن لازلنا في مرحلة استعراض القوة بين يعني عدوين ظاهريين، فيما يعني يلعب كل منهما دور الصديق ومثيل العدو إذا ما أخذنا هذا الموضوع في إطاره كلعبة حرب. نعم. بالتالي نحن لم نتجاوز، يعني ليس هناك أنا أعتقد ما هو خطر، ليس هناك خطوط حمر سيتم تجاوزها. أعتقد أنه القواعد الاشتباك التي استجدت بعد هذه الهجمات والهجمات المضادة إنما هي قواعد اشتباك محترمة من الطرفين، وربما ستستثمر بها الولايات المتحدة في التسويات المقبلة في المنطقة على اعتبار أنها يعني تهديدات للأمن والاستقرار، ولكن هذا طبعا يبقى ضمن حدود التفجير الذي تريده الولايات المتحدة وضمن حدود التسويات المرتقبة. نعم. وفي ضوء ما تحدثت به عميد خالد بأن يعني هناك رأي من قبل إيران لا زال نفي بأن هذه المسيرات هي إسرائيلية، وفي الوقت الذي تؤكد فيه إسرائيل بأنها شنت هجوما على طهران. إذن يعني هل نستطيع أن نقرأ سيناريوهات الرد الإيراني القادمة، أم أنها تحاول أن تنهي هذا الخلاف أو هذا يعني التصعيد ما بين الجانبين من قبل طهران أتحدث؟ يعني أعتقد أولا من الجهة الإيرانية دائما طهران تساوم مع الولايات المتحدة، لذلك أنا أعتقد أنه إيران تريد أثمان لكي توقف هذه الهجمات. يعني إيران لا تقوم بهجمات مدمرة أو مؤذية على إسرائيل، ولكن بالمقابل كأنها تريد من الولايات المتحدة أن تدفع لها أثمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه، في حين أنه إسرائيل ترد على طهران من قبيل طبعا هي تستفيد من هذا الرد لمزيد من التماسك الداخلي والالتفاف حول الحكومة، لمزيد من القول أن إسرائيل في خطر، لمزيد من صعود اليمين الإسرائيلي، ولطبع نفسها يعني وكأنها في موقع المستضعف أو الضحية أمام المجتمع الغربي. ولكن أنا أعتقد أنه هذا الوضع منضبط، لازال هذا التصعيد يندرج ضمن يعني منطق الصفقات الذي تديره الولايات المتحدة، وليس هناك من أي يعني مخاوف من أن يعني يخرج عن السيطرة.